نشرة الأخبار مع المهلهل حميد. نشرة الأخبار الرئيسة من العراقية الإخبارية، بدايتها بالعناوين. اليوم إن شاء الله نحل موضوع الرواتب، ولكن في نفس الوقت يجب أن نعمل ننطي استثناء بوضع خاص لمدينة الناصرية. الكاظمي يزور ذي قار ويترأس جلسة حكومية فيها ويعلن من هناك حل موضوع تأخر الرواتب اليوم. تأليف صندوق مجلس إعمار محافظة ذي قار يتولى تنفيذ مشاريع المحافظة. مجلس الوزراء يقرر تشكيل صندوق لإعمار ذي قار ويصدر توجيهات خدمية واستثمارية للارتقاء بواقع المحافظة. استمرار الزحف المليوني لزائري كربلاء قبل يومين من الزيارة الأربعينية، واستنفار شعبي ورسمي لإتمام الزيارة. القوى السياسية تقترب من حسم موضوع الدوائر المتعددة لصالح الدوائر المتوسطة مع اقتراب موعد جلسة البرلمان الحاسمة. السلام عليكم. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حل مشكلة تأخر رواتب الموظفين اليوم. الكاظمي وخلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في الناصرية شدد على ضرورة أن يكون لذي قار وضعا خاصا وتطلق فيها المشاريع وتوفير فرص العمل، مؤكدا أن الحكومة عازمة على اتخاذ قرارات تصب في صالح المحافظة وأهلها، فيما أشار إلى ضرورة أن تستثنى الناصرية من جميع الإجراءات للإسراع بتمويل مشاريعها. بهذه الجلسة نأخذ قرارات صعبة رغم الظروف والتحديات الاقتصادية. نعم، عندنا أزمة اقتصادية كبيرة والرواتب متعطلة، ولكن بكل تأكيد اليوم إن شاء الله نحل موضوع الرواتب، ولكن في نفس الوقت يجب أن نعمل ننطي استثناء بوضع خاص لمدينة الناصرية. ذي قار تعني الكثير للعراق، تعني العلماء، تعني المثقفين، وتعني الثروة كذلك. احنا عندنا مشروع نفطي راح يكون اهم مشروع في العراق، وقعنا مذكرة تفاهم اولية. اتمنى من السادة الوزراء ان ينطون جهد كبير ومتابعة لما ناخذ من قرارات فيما يخص محافظة ذي قار، تستحق من عندنا الكثير. قد قتلنا الكثير ما انطيناها شيء حقيقة، انطتنا شهداء، انطتنا علماء، انطتنا مثقفين، وانطتنا تاريخ نفتخر به. غير من غير معقول مقابل هذه التضحيات وهذه العطاء من هذه المحافظة يكون شوية يعني نبخس حقها ومنطي حقها. حقيقة يعني مدينة تبكي، يعني توجع. ذولا أهلنا بالنتيجة وإحنا مسؤولين عليها. أتمنى من السادة الوزراء السيد محافظة يقدم تقرير حول محافظة ذي قار، ومن السادة الوزراء نحط إنذار حقيقي لمتابعة كل المشاريع في هذه المحافظة. ما لا نستخدم كلمة منكوبة، بس مدينة حقيقة متعرضة للتهميش منذ تأسيس الدولة العراقية ولحد هاللحظة وما بعد 2003. كل القادة السياسيين أغلبهم من هالمحافظة، ما قدمنا لها شيء، خل قدمنا شيء، نحاول بهذا الوضع الاقتصادي بهذا الظرف نحتاج نعطي اهتمام. هذا وقرر مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية التي انعقدت في الناصرية تأليف صندوق إعمار خاص بذي قار. المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال ذكر أن الكاظمي وجه بإكمال المستشفى التركي وبالسير في إجراءات التعاقد بمطار الناصرية وإنجاز المدينة الصناعية ومصفى ذي قار. تأليف صندوق مجلس
إعمار محافظة ذي قار يتولى تنفيذ مشاريع المحافظة ورصد التخصيصات المالية اللازمة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 وإنشاء المشاريع المهمة وذات الأولوية. كذلك وافق المجلس أيضا على استثناء محافظة ذي قار من التريث بالدخول بالالتزامات التعاقدية المثبتة في كتاب وزارة التخطيط ذو العدد 3/1/63773 المؤرخ في 13/4/2020. كذلك وافق مجلس الوزراء على تخويل محافظ ذي قار صلاحية التصرف بمبالغ فرق الإحالة للمشاريع المحالة وذلك باستحداث مكونات للمشاريع المدرجة ضمن خطة المحافظة الاستثمارية بحدود الكلف الكلية للمشروع. رابعا قيام وزارة التخطيط بإدراج المشاريع المدرجة في أدناه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وبحسب الآتي: تطوير وتحديث وتأثيث المحاور والشوارع الرئيسية في محافظة أو في مدينة الناصرية. 2 إنشاء شوارع رئيسة ورابطة في أحياء مدينة الناصرية. 3 إنشاء شارع الإمام الحسين عليه السلام في مركز الناصرية وإعادة تأهيل المقطع الثاني منه. 5 الإسراع وإنجاز مشروع مستشفى الحوراء والمستشفى التركي. من جهته كشف وزير الصحة حسن التميمي عن تشكيل لجنة بوزارة التخطيط لإنجاز جميع المشاريع الصحية المتأخرة في ذي قار، مؤكدا قرب إنجاز مشاريع المستشفيات رغم الضائقة المالية. احنا اليوم تقريبا كل المشاريع تم حل حالتها وتشكيل لجنة بوزارة التخطيط لإنجاز هذه المشاريع. اليوم انت اذا اضفنا هذه المشاريع بحدود 1000 سرير الى محافظة ذي قار اكيد راح تفرق كثيرا بالواقع الطبي والصحي في المحافظة. كل المشاريع الاخرى لدينا مستشفيات 200 سرير، لدينا 100 سرير، هذه المستشفيات كلها ستنجز وستحرك وستخصص المبالغ المالية بالرغم من الضائقة المالية اللي موجودة، ولكن اعطينا خصوصية لهذه المحافظة لكثافة السكان. من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أن العمل بملعب الناصرية الأولمبي يسير بشكل أفضل لكن ليس بالمستوى المطلوب. درجال وخلال زيارته الملعب كشف عن اجتماع قريب مع الشركة المنفذة لمناقشة المعوقات التي أخرت إنجازه. العمل أفضل من السابق ولكن ليس بمستوى الطموح، العمل يصير ببطء وبهذا الطريق هذا الملعب ما راح يكمل، لأن هذا الملعب يفترض أنه واصل إلى نسبة إنجاز 75%، ليس الملعب فقط وإنما المدينة الرياضية بكاملها، يعني اللي يضم هذا الملعب بالإضافة إلى ملعبين أخرى، واحد 500 متفرج واحد 2500 متفرج، بالإضافة إلى فندق 75 غرفة. أنا أعتقد ما شفت اليوم صحيح أنه هناك يعني أعمال حديدية اللي الهيكل النهائي أو التغليب بها النهائي ويعني تقريبا جاهزة، ولكن بهذا الشكل وبهذا الصورة الملعب ما أعتقد أنه هذا يعني نسبة الإنجاز حقيقية، لأن يحتاج للعمل والعمل الكثير، وبهذا الطريقة اللي دي يشتغلون بها الأخوان بالشركة حقيقة أنا حبطت اليوم، كنت أتوقع أنه العمل أو أنه واصل إلى نسبة إنجاز أفضل مما شاهدت. هذا ورحبت الأوساط الشعبية في ذي قار بزيارة رئيس الوزراء حيث عدوها خطوة في حل المشاكل التي تعاني منها المحافظة وأبرزها الخدمية والصحية، مشددين على ضرورة الخروج بقرارات جدية. بزيارة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي إلى محافظة ذي قار، نتمنى أن تكون هذه الزيارة مختلفة، فالزيارة بمجرد حضور السيد رئيس الوزراء والوزراء غير كافية إذ لم تقرن بقرارات جريئة ومدروسة
تحدد الأولويات لهذه المحافظة؟ يخصص الجلسة اليوم في محافظة ذي قار أن تكون مخصصة إلى موضوعة الخدمات، كذلك موضوع عوائل الشهداء. نطالب بصدور قرارات عاجلة ومهمة تلبي طموحات الشارع ذي قاري. نتمنى من زيارة المجلس الوزاري والسيد الكاظم لمحافظة ذي قار أن تتخطى حدود الوعود الذي لطالما يعني عرفناها من خلال زيارة السابقين للمحافظة ذي قار الآن منكوبة. نتمنى من هذه الزيارة أن تكون بقرارات جريئة وقرارات شجاعة تخص المحافظة. تواصل الحشود المليونية مسيرها صوب كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الأربعين. شبكة مراسلي الإخبارية المنتشرين في مختلف طرقات الزائرين أكدوا اكتظاظ الطرق في محافظات الفرات الأوسط، فيما يواصل أهالي بغداد مسيرهم باتجاه قبلة الأحرار، مؤكدين أن المواكب الحسينية شهدت التزاما واضحا بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، وشهدت الطرق انتشارا أمنيا واسعا واتباع خطط مختلفة لتأمين الحماية للزائرين. إلى ذلك اتخذت العتبتان الحسينية والعباسية خطة صحية من خلال نصب الكاميرات الحرارية وتوزيع الكمامات الوقائية ونشر المفارز الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الزيارة الأربعينية. مراعاة سلامة الزائرين في ظل جائحة كورونا وكيفية الوقاية منه، اتخذت العتبتين العباسية والحسينية خطة صحية متكاملة شملت نصب منظومة مراقبة الأولى من نوعها ذات طابع أمني وخدمي، بالإضافة إلى الجانب الصحي من خلال قدرتها بالتعرف على درجة حرارة جسم الإنسان. قضية صحية، قسم حفظ النظام استعد نصب كاميرات حرارية بالأبواب لكشف ارتفاع الداخلين للزيارة اللي درجاتهم مرتفعة، نعزلهم على مود نشيك قضية الفحص مالتهم، بالإضافة إلى نشر المعقمات بكل الأبواب. مئات المفارز الطبية والصحية توزعت على مداخل كربلاء، فضلا عن مساهمة المتطوعين بنشر الوعي الصحي من خلال توعية وإرشاد الزائرين، وشملت الإجراءات توزيع الكمامات خلال أيام الزيارة، بالإضافة إلى عمليات التعفير والتعقيم المستمرة. الزوار الأجانب أشادوا بالإجراءات الوقائية المتبعة. الحمد لله احنا ما لقينا إلا الطيب والكرم والحسن الضيافة، وبالنسبة للوقاية يعني شيء جيد جدا فوق الممتاز يعني الحمد لله. الإجراءات الوقائية من توزيع الكمامات زائدا تعفير الزوار عند الذهاب والإياب زين، وتوزيع المادة لتعقيم اليدين زين، ومع ذلك احنا ننصح الزوار الكرام في لبس الكمامة. الالتزام بالإجراءات الصحية بلا شك يضمن سلامة الزائرين، لا سيما في ظل الأعداد المليونية التي تشهدها زيارة الأربعينية. التركيز على الجانب الصحي هو ما عملت عليه العتبات المقدسة من أجل زيادة الوعي الصحي والوقائي من أجل سلامة الزائرين في زيارة الأربعينية. للعراقية الإخبارية علي كريم، كربلاء المقدسة. مباشرة من كربلاء المقدسة ينضم معنا معاون رئيس أركان الحشد الشعبي ياسر حسين. أستاذ ياسر مساء الخير. منذ أيام وقوات الحشد اتخذت وأدخلت خططها بالزيارة الأربعينية، ما هي الأدوار التي تقوم بها قوات الحشد الشعبي في هذه الزيارة؟ طبعا نتحدث هنا عن الجوانب الأمنية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، حقيقة الأمر بعد انتهاء الزيارة العاشورية يوم 10 محرم دأبت مؤسسة الحشد الشعبي لوضع الخطة اللازمة للزيارة الأربعينية لما تمثله هذه الزيارة من أهمية بالغة في واقع المجتمع العراقي، خاصة أنها تعتبر زيارة مليونية وهي من أكبر التجمعات البشرية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط أو قد تكون في العالم. ف
فوضعت خطة كاملة لمجرد رعايتها، وكانت هذه الخطة تتحدد بأربع محاور. المحاور هي وتتمثل بقضية بناء تهيئة مستشفيات ميدانية متنقلة ومفارز للتعفير ومفارز للعلاج الفوري. هذا من جانب. من جانب الآخر لدينا المحور الإعلامي، وكان لوجود إعلام الحي الشعبي وانتشار المفارز الإعلامية والثقافية للتثقيف بهذه المناسبة، وبيان أهمية هذه الزيارة الدينية، وكذلك أهمية دور الحي الشعبي في مكافحة العدو الداعشي وحماية البلاد من الأعداء الخارجي. هذا من جانب. وكان للدور العامل الأمني الأهم الأبرز. قسمت منطقة كربلاء إلى ثلاث محاور داخلية وثلاث محاور خارجية. المحاور الداخلية اللي يكون داخل المدينة كربلاء في مركز المدينة، وتعتمد على أولا المحور الأول الذي يتبناه حماية العتبة المقدسة خاص بهم، هذا المحور الأول، ثم محورين آخرين الثاني والثالث يشترك فيهم الحشد الشعبي بنسبة حوالي 80%. وهذه المحاور تؤمن المداخل إلى الحضارات المقدسة من تفتيش الزائرين بشكل مفارز وحسيجة بشرية، لا يمكن العبور إلا من خلال هذه المحاور الثلاثة. هذا من جانب. من جانب ثاني، هنالك مفارز أمنية منتشرة، لدينا أكثر من 2300 عنصر أمني منتشر في داخل محيط العتبات المقدسة لمراقبة العناصر المشبوهة والاستحواذ على أي حادث إجرامي ممكن يكون والسيطرة عليه. كذلك لدينا مفارز استخباراتية، حوالي لدينا 2400 آخرين من العناصر الاستخباراتية. لدينا أسماء وصور ومعلومات كاملة عن كل العناصر المشبوهة التي يحتمل أنه تدخل إلى المدينة كربلاء في هذه المناسبة، وهذه الأسماء موجودة بحاسبات إلكترونية منتشرة لدى أعداد كبيرة، قلنا 2400 عنصر استخبارات منتشرة، ولدينا كل الصور موجودة. كذلك أمننا هذه المحاور الثاني والثالث بكاميرات مراقبة قادرة على أنه تحلل الأسماء بسرعة بالغة، وأرقام هواتف وزعت إلى كل المواكب الحسينية الموجودة للإبلاغ عن أي حالة مشبوهة ممكن أن تكون في داخل المدينة. هذا من جانب. من جانب آخر، هذه محاور أمنية. أما المحاور العسكرية التي تكون خارج محافظة كربلاء، هي وجود 18 لواء من ألوية الحشد الشعبي منتشرة على المحافظات المحيطة بكربلاء، وهي محافظة بابل ومحافظة النجف والديوانية ومحافظة الأنبار. طيب سيد ياسر، يعني بالإضافة لهذه الأعداد اللي ذكرتها من عناصر الحشد، يعني بالتأكيد هنالك تنسيق بين قوات الحشد والقوات المرافقة اللي متمثلة بالدفاع والداخلية. حدثنا عن شكل هذا التنسيق بينكم وبين القوات الأخرى، وما أعداد قوات الحشد الشعبي المشاركة في هذه الزيارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنالك غرفة عمليات للقوات الأمنية موجودة وبإشراف مباشر من السيد وزير الداخلية، تعتبر قوات العملية الرئيسية. لدينا عناصر ارتباط موجودين في داخل العمليات، ولدينا غرفة عمليات خاصة بإدارة الهيئة الحشد الشعبي موجودة، وهنالك اتصال مباشر مرئي وإلكتروني مع غرفة العمليات، كذلك مع باقي الأجهزة الأمنية والقوات. هنالك قوات شعبية أخرى موجودة متطوعة للحماية والدفاع، لدينا تواصل مستمر معهم وتنسيق عمل. أي عنصر مشبوه يلقى القبض عليه من قبل قوات الحشد الشعبي يسلم مباشرة إلى قيادة شرطة كربلاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بها،
قوات الحشد الشعبي هي قوات تنفيذية تنفذ أوامر القانونية الموجودة بحق الأشخاص اللي عليهم أوامر إلقاء القبض، ويتم تسليمهم فورا بالتنسيق مع قيادة العمليات القوات الأمنية الموجودة في كربلاء. نعم نعم نعم. إذا معاون رئيس أركان الحشد الشعبي ياسر حسين من كربلاء المقدسة، شكرا لانضمامكم معنا. ذروة الزيارة الأربعينية بدأت اليوم، الزائرون أخذوا بالتوجه إلى كربلاء من كل حدب وصوب، أما الحضور الأبرز فكان لأهالي بغداد الذين سجلوا حضورهم كالعادة في طريق زوار الإمام الحسين عليه السلام. الخطتان الأمنية والخدمية لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تنجحان في بغداد، والزائرون يواصلون مسيرهم باتجاه كربلاء المقدسة قبل يومين من موعد الزيارة. أنا جاي من نديالة من بلد روز، طلعنا يوم 3 بالشهر تقريبا اليوم الثالث، ما شاء الله يعني خدمة من قطعة النظير، الناس هدفهم الوحيد هو الخدمة صراحة، يعني أجواء كلش إيمانية صراحة. قوات الجيش والشرطة تنتشر على امتداد الطريق المؤدي من بغداد وحتى كربلاء المقدسة بدوريات جوالة وأخرى ثابتة تضع حواجز أمنية لتفتيش الزائرين وتأمين الزيارة. إيش ما تقول، قليلة بحق المواكب، قليلة حق القوات الأمنية، قليل كل شيء، قليل في كل، وحتى الإعلام جزاهم الله ألف خير على هذه التغطية. حقيقة ما حد كان يتوقع، حقيقة لله تقال، انه ما حد كان يتوقع انه تقام هذه السنه شعيره الأربعين. اروع صور التكافل الاجتماعي يجسدها اصحاب المواكب الحسينيه بتقديم الخدمه للزائرين من ماكل ومشرب. انا الان في موكب حسين الشهداء الطاف، باشرنا بالخدمه، خدمه زوار ابا عبد الله حسين من 10/0 ولحد الان، ومستمرين ان شاء الله الى اخر زائر. نقدم وجبات الافطار والغداء والعشاء ان شاء الله، واضافه الى العصائر والماء والشاي. وزارة الصحة تنشر مفارز طبية بين الزائرين لتقديم الخدمات الطبية وإرشاد الزائرين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الجسدي. وزارة النقل تقوم بتسيير 23 قطارا ضمن محوري بغداد كربلاء المقدسة وبغداد والمحافظات الجنوبية، كذلك آلاف العجلات بهدف تأمين عودة الزائرين إلى مناطقهم. من الطريق المؤدية إلى كربلاء المقدسة، علي الأحمد، العراقية الإخبارية. إذا للوقوف أكثر حول أجواء الزيارة الأربعينية المتوجهة إلى كربلاء المقدسة، تنضم معنا شبكة مراسلي العراقية الإخبارية من كربلاء علي الحميد، من بغداد ياسر عامر، ومن النجف الأشرف أيمن الشريفي. أبدأ معك علي من كربلاء، ضعنا في أجواء الزيارة. علي؟ نعم، حقيقة عملية الدخول وخروج الزائرين ما زالت تجري بانسيابية عالية وفق تنظيم وتنسيق عالي المستوى، حيث أن هناك غرفة عمليات مشكلة تضم جميع الجهات الساندة، هذه تتابع بكثف العملية على أرض الواقع، وإذا كان هناك مشاكل تعمل على حلها. حقيقة ما يميز هذه الزيارة هو مشاركة الوزارات الخدمية الساندة، حيث تحظى هناك بمشاركة أعداد كبيرة من العجلات من الوزارات، أيضا إلى إيلاء الأهمية للجانب الصحي. هناك المئات من المفارز الطبية انتشرت في مداخل كربلاء على ثلاث محاور، محور كربلاء بغداد وكربلاء بابل وكربلاء النجف. العتبات الحسينية والعتبات المقدسة من الحسينية والعباسية عملت على نشر الوعي الصحي والبيئي والوقائي من خلال نشر المفارز والدور الوقائي، أهمية توفير الكمامات والمعقمات، وكذلك نشر الوعي ما بين صفوف الزائرين. حقيقة نلاحظ أن هناك جانب ضعيف من قبل الزائرين بعدم ارتداء الكمامات، على الرغم من الإجراءات الصحية والوقاية التي أكدت عليها العتبات المقدسة عند مداخل كربلاء. أكدوا ضرورة إلى هذه الأهمية باعتبار أنها زيارة مليونية، وبدأت الآن الحشود تتزايد بأعداد كبيرة جدا. ما يميز هذه الخطة أنها
أي أولت أهمية إلى الجانب الأمني والخدمي والنقل بشكل خاص لتأمين عودة الزائرين إلى مدنهم. حقيقة كما أن العمليات المشتركة عملت على تخصيص طائرتين للإسعاف الجوي، وهذه لأول مرة تحدث من قبل طيران الجيش بتخصيص طائرتين للإسعاف الجوي للحالات الطارئة. جميع هنا يعمل وفق المواكب الحسينية، والهيئات تعمل على الدور الصحي والبيئي والوقائي بنشر التباعد الجسدي، إضافة إلى توزيع الكمامات على الزائرين. كما أن العتبة الحسينية خصصت ثلاث مراكز حديثة، هذه المراكز تعمل على فحص الزائرين من سعة المركز الواحد 20 سرير، وهذا تم إنجازه بسعر بوقت قياسي استمر لمدة 4 أيام. جحافل الزوار الأجانب وصلت إلى كربلاء ليلة البارحة من دولة باكستان، ومن المؤمل انتظار أعداد كبيرة من الزوار الأجانب في من عبر مطاري بغداد والنجف الأشرف، حيث من المؤمل أن تهبط خلال الأيام أو خلال الساعات القادمة عدد من الطائرات من دولة باكستان ودولة الكويت ومن بيروت. نعم، بالنسبة للزوار الأجانب الذين أتوا من خارج العراق، كيف تمت الإجراءات الفحص والمعاينة لهم؟ حقيقة يعني هناك إجراءات كبيرة في المطارات للزوار الأجانب الداخلين بفحصهم بأجهزة متطورة حديثة، وعندما يدخلون إلى كربلاء أيضا هناك فرق صحية تعمل على استقبالهم وأخذ فحص عينات. نعم. من الفحص السريع الرايب. طيب علي أشكرك، دعني نعم أشكرك علي كريم. وصول أعداد من الزوار الأجانب من دولة باكستان، كان هناك ارتياح أيضا من سلطنة عمان. نعم، دعنا ننتقل إلى النجف الأشرف حيث الزميل مراسل العراقي الإخباري أيمن الشريفي. أيمن مرحبا بك، يعني نفس السؤال، يعني أجواء الزيارة، الإجراءات اللوجستية المتبعة لتأمين هذه الزيارة، كذلك حسب ما ذكرت في تقرير سابق أو تغطية سابقة في وصول 4 طائرات من دول مختلفة، حدثنا وضعنا بالصورة أكثر أيمن. نعم بكل تأكيد المهلهل، كما تفضلت هنالك 8 رحلات وليس 4، هذه الرحلات هي قادمة من دول مختلفة، من بيروت ومن باكستان ومن دولة الكويت الشقيقة. هذه الرحلات بدأت بالهبوط في محافظة النجف في مطار محافظة النجف الأشرف تباعا يعني عند الساعة 4 من مساء هذا اليوم، ومن المحتمل أن تزيد عدد الرحلات إلى أكثر من هذا العدد المذكور يوم الغد وصولا إلى يوم 40. هنالك إجراءات متبعة من قبل دائرة صحة النجف الأشرف والعاملين في مطار محافظة النجف الأشرف لأخذ العينات، ولا يسمح بالدخول الزائر ما لم يكن يعني ما لم يعمل فحصا أو عامل فحصا في دولته قبيل 73 أو قبيل 73 ساعة من أجل التأكد من سلامته، لأن كما تعلم أننا نمر في ظرف صحي. هذا بالنسبة إلى يعني الموقف الجوي بالنسبة إلى الزائرين، لكن هنالك إجراءات فعلا مقدمة من قبل أصحاب المواكب، يعني أصحاب المواكب يقدمون الخدمات إلى الزائرين، الزائرون بدورهم يعني يرتدون الكمامات رغم تشخيصنا ببعض الحالات التي لم ترتدي الكمامات رغم ضرورتها والتأكيد عليها من قبل الفرق الصحية. لذلك أود الإشارة إلى أن توفر الغاز السائل ويعني وبالتسعيرة الرسمية إلى أصحاب المواكب. اللافت في الأمر المهلهل، نعم، أن يوم 17 من شهر صفر تشهد ذروة الزيارة، لأن أبناء محافظة النجف يتوجهون إلى كربلاء المقدسة، ويعني هذه الأيام تشهد ارتفاع
في درجات الحرارة مما يشهد زخم في أوقات نعم. الليل حتى وصولا إلى نعم أيمن. الفجر أما في أوقات النهار فتشهد نعم يعني أشكرك أيمن داني. نعود إلى بغداد مراسل العراقية ياسر عامر. ياسر الصورة لديك يعني وضعنا في الصورة صورة الزيارة وأنت في بغداد. نعم في طريق زوار بغداد أعداد الزوار تزايدت مع يعني مع حلول الظلام. المواكب الحسينية ما زالت تقدم الخدمات كافة وأيضا الجهد الخدمي والجهد البلدي ما زال موجودا بنسب كبيرة من بلديات أمانة بغداد والبلديات الساندة في هذه الرقعة الجغرافية. أيضا هناك المفارز الطبية التابعة لوزارة الصحة التي تساعد المواطنين في حال يعني يحتاج أحد لمساعدة صحية أو طبية، ويبقى الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية هو العامل الأهم في زيارة هذا العامل الاستثنائي واستثنائي وهو استثنائي بسبب يعني الكل يعرف بسبب جائحة كورونا. نسبة الالتزام متفاوتة في طريق مسير زائرين أو زائري بغداد. هناك أعداد يعني كبيرة غير ملتزمة إلا بعد التوعية من قبل الملاكات البلدية والملاكات الصحية بشكل أكبر. نعم نعم أشكرك ياسر عامر، كنت معنا من بغداد. علي كريم من كربلاء المقدسة، وكان معنا من النجف الأشرف أيمن الشريفي، شكرا لانضمامكم معنا.
ترقب وركود في الشارع، أزمة تأخر رواتب الموظفين ترهق المواطنين وتفاقم مشاكلهم المعيشية. ليرفعوا مطالبهم إلى الحكومة والبرلمان لإيجاد حلول ناجعة وإنهاء هذه الأزمة. المعاناة لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى القطاع الخاص وشمولهم بتأخر استلام المستحقات. انتظار وترقب ليس لحدث ما، بل لرسالة إشعار الراتب. هذا هو حال أغلب الموظفين الذين تجاوزت مدة تأخير رواتبهم أكثر من 45 يوما. معاناة شملت أغلب الشرائح، لكن ما تعانيه أم محمد بعد تأخير راتب الرعاية الاجتماعية قد يختلف، فالراتب قليل ومفقود والاحتياجات كثر. لا راتب لا وطن لا إذا الله هي تستاهل، عن البشر وين يروح؟ الفقير وين يروح؟ من يشتكي؟ يومية تأجيلات 10 أيام شهر، 10 أيام شهر، هاي مخلصتها، هاي من الشهر التاسع العام وهسه هذا شهر العاشر وعندك الحساب. الآجارات اكو ناس عندها مثلا مصاريف أخرى، مدارس راح احتمال راح تجيها على أبواب، يعني أكيد تصير مصاريف عالية، وهاي موظفين يعني قاعد نشوفهم يعانون، يعني حتى مثلا أبو المولد. أزمة الرواتب أثرت على رواتب العاملين في القطاع الخاص أيضا الذين لم يتسلم أغلبهم مستحقاتهم الشهرية، فهذه الأزمة تتطلب بحسب مختصين معالجات عاجلة وخطوات جدية سواء من الحكومة أو البرلمان للتخفيف من حدة الغضب الشعبي الذي بدأ يتصاعد مع كل يوم تأخير في الرواتب. موظف شنو ذنبه يروح يقول له بالإيجار، يقول له والله انتظر قانون الاقتراض الداخلي. حتى الشركات الأهلية أكثريتها عندها عقود ويا الدولة وعندها التزامات ويا الدولة. اليوم الدولة من تقول لك أنا ما عندي سيولة نقدية، بالتالي ما راح تقدر توفر التزاماتها تجاه الشركات، بالتالي الشركات ما راح تقدر تعطي رواتب الموظف فيها. على السيد رئيس الوزراء أن يستعين بالخبراء والاقتصاديين والصناعين والتجار ويقعدون يسوون خطة عمل كبيرة على موضوع الرواتب، لأن هالمرة تأخرت وإحنا جاتنا رأس سنة، إنه أكو أخبار كبيرة مخيفة إنه يقول لك السنة الجاية رواتب ماكو للموظفين، وهذه كارثة كبرى. الأزمات المالية التي توالت على البلاد لم تخرج سوى بحلول ترقيعية، فالحكومات المتعاقبة فشلت في وضع سياسة مالية تخفف من وطأة هذه الأزمات التي وقع ضحيتها الموظفين ومحدودي الدخل. من بغداد حسن الفواز، العراقية الإخبارية. ينضم معنا في داخل الاستوديو الخبير الاقتصادي حازم هادي. أستاذ حازم مرحبا بك. أكثر من 45 يوم الموظف ما استلم راتبه، معاناة ومأساة كبيرة يعيشها الموظف. يعني واليوم دولة رئيس الوزراء قال أنه سوف تحل اليوم مسألة توزيع الرواتب. اليوم الحكومة ما المطلوب منها من إيجاد حلول أو خطوات لحل هذه الأزمة ورفع المعاناة من الموظف؟ شكرا للاستضافة، وأود أن أشير بأنه وزارة المالية تشكو من عجز في السيولة النقدية لتغطية الرواتب والأجور والمصاريف الأخرى اللي وردت في الموازنة، هذا يجعلها أن تدي إلى القروض، وبالتالي فإن وزارة المالية قدمت مشروع الموازنة يتضمن بإطلاق يدها لعقد القروض الداخلية مع البنك المركزي والمصارف الأخرى، وبالتالي لا يمكنها سداد هذه الرواتب ما لم يتم عقد القروض مع البنك. هذه جعل وزارة المالية أو المواطنين بحد ذاتهم في موضع حرج جدا. طيب هسه أنا سألت لك عن حل الخطوات اللي تتخذها الحكومة. الخطوات السريعة جدا، يعني يمكن أنه تلجأ إلى القرض، ماكو غير حل آخر. طيب هذا القرض يطلب موافقة مجلس النواب، لأنه البنك المركزي ما يمكن أنه يقرض وزارة المالية ما لم يتم حصول موافقة من مجلس النواب. من مجلس النواب. إذن الحل وين؟ المفتاح في يد مجلس النواب. هذه الطريقة يمكن أنه توفر التخصيصات المالية، وبالتالي بالإضافة إلى أنه هناك إيرادات لوزارة المالية يمكن أنه يساعدها
في تغطية جزء من الرواتب. يعني هسه حضرتك قلت الحل هو القرض. القرض سبق وأن اقترضت وزارة المالية قرض سابق والآن تطالب بقرض آخر، وحضرتك تقول أنه الحل هو القرض. هذه السياسة يعني لا تعتقدها أنه تترك تبعات سيئة على الاقتصاد العراقي؟ طبعا. طيب القروض هسه تفصحنا يعني الإدارة المالية والتخطيطات، نجد أن العراق مدين ب 160 تريليون دينار، معناتها أن هناك عجز كبير جدا، وهذا يسحب التبعية على الأجيال القادمة. أصبحت الأجيال القادمة مدينة بمبالغ كبيرة جدا. المؤشرات الاقتصادية والمالية يشير، وآخرها تقرير البنك الدولي يشير بأنه الاقتصاد الدولي لا يتعافى إلا من خلال بعد خلال 4 سنوات. إذن الوضع المالي والاقتصادي مستمر خلال فترة القادمة على وزارة المالية والمخطط مع المالي. هبوط أسعار النفط، هذا إذا كنا أسعار النفط، أسعار النفط كن واهم من يعتقد بأنه أسعار النفط راح توصل إلى كانت إلى المستويات اللي كانت عليها. الآن أسعار النفط قدرت $41 البرميل، لكن بالحقيقة من اللي ينباع ب34 و35. يعني الحلول الأستاذ حازم، هسه نريد الحلول، يعني هل هناك خيارات؟ الحلول هو يعني قرض وبعدها ما بعد قرض، كيف سيتم الإيفاء بهذه القروض؟ نعم، ما بعد القرض على وزارة المالية والمخطط المالي، ونحن معتمدين فقط على النفط، يعني لا بد من أن هناك خيارات أخرى، قطاع خاص، زراعة، صناعة. بعد هذه يعني دفع الرواتب والنخول إلى مسرح جديد، على وزارة المالية أن تعيد النظر بكل هيكل الإنفاق، هيكل الإنفاق بشوائب كثيرة تهذب هذا هيكل الإنفاق. أكو نفقات ما كانت لها ضروري، ورواتب مرتفعة جدا يعني قياسا براتب الموظف. أكو إيرادات تراجع هيكل الإيرادات. هسه نجيب مثلا، خلينا نحكي إيرادات البنزين من محطات الوقود. المحطات ينباع ب 450 دينار للبرميل. نعم الإنتاج شقد العراق؟ 15 مليون لتر بنزين. إذا قلنا مثلا 150 دينار هذا تكلفة إنتاج، إذا اتباع سياسات أخرى يعني من وزارة المالية بمصادر أخرى حتى ندعم الميزانية ونوفر السيولة المالية على الأقل توزيع الرواتب. نشكرك أستاذ حازم هادي، وعذرا لضيق الوقت كنت معنا الخبير الاقتصادي حازم هادي، شكرا لانضمامك إليه. لا تزال المشاورات قائمة بين الكتل حول قانون الانتخابات وتحديداً عند النظام المتعلق بالدوائر الانتخابية، حيث تتجه الآراء لأن يكون لكل 4 مقاعد نيابية دائرة واحدة، وذلك لضمان كوتا النساء، في حين رجح نواب أن يتم حسم المقترح خلال الجلسة الأولى أو الثانية التي ستعقد بعد الزيارة الأربعينية. سادة النواب، إضافة إلى ما خرج من مقترحات وآراء متعددة غطت الساحة الشعبية والسياسية بها بشأن المادة 15 من قانون الانتخابات، أي مسألة الدوائر المتعددة، فإن الحديث النيابي بدأ يدور حول المقترح الأبرز الذي هو مثار النقاش والتوافق، إذ ستكون لكل 4 مقاعد نيابية دائرة انتخابية لوحدها لضمان كوتا النساء. أما حسم هذه المقترحات فسيكون لربما خلال الجلسة الأولى أو الثانية ما بعد الزيارة الأربعينية. الأجواء في مجلس النواب متجهة باتجاه حسم هذا الموضوع في الجلسة النيابية الأولى أو ربما الثانية ما بعد الزيارة الأربعينية، لأنه الموضوع أخذ ما أخذ آخر والوقت طال، وهناك ضغوطات كبيرة، ضغوطات من الضغوطات من الشارع وضغوطات من مختلف التوجهات لغرض إكمال هذا القانون. مجلس النواب بإنهاء
التصويت على الجدول المرفق يكون قد أدى دوره فيما يتعلق بإكمال قانون الانتخابات. وفيما يخص المكونات فإن الحديث ما زال يدور حول تصورات وآراء متعددة لضمان حقوقها وفق الآلية التي سيقرها القانون. ما يخص الصابئة الشبكة واليزيدية فالمفروض أن تبقى دائرة واحدة نينوى، لأنهم حقهم في نينوى ومكوناتهم متشرذية في نينوى، لا يمكن أن تقول هذا القضاء وذلك القضاء وتحرم جزء آخر من هذا المكون. فهذا ما يخص اليزيدية. ما يخصنا نحن لدينا نواب في 5 محافظات، المفروض أن تكون 5 محافظات دائرة واحدة. وبحسب خبراء ومتخصصين بالشأن الانتخابي فإن مفوضية الانتخابات تحتاج إلى أن يكون قانون الانتخابات جاهزا قبل 6 أشهر لكي يتم بعدها إكمال سجل الناخبين قبل 4 أشهر من موعد الانتخابات، ليتم بعدها توزيع البيانات على مستوى الدوائر التي سيقررها مجلس النواب. القانون الانتخابي يتم من خلال تحديد الدوائر الانتخابية ويرتبط ذلك بعمل سجل الناخبين، وسجل الناخبين حقيقة قبل 4 أشهر يجب أن يكون جاهزا، بمعنى أنه فترة التحديث تستمر 2 إلى 3 شهور. مراقبون أكدوا أهمية جاهزية قانون الانتخابات قبل 6 أشهر من موعد إجرائها لارتباط ذلك بتحديث سجل الناخبين. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. نتابع هذا الموضوع مع المختص في الشؤون الانتخابية رعد التميمي. أستاذ التميمي مرحبا بك. 4 مقاعد لكل دائرة انتخابية هو هذا المقترح الأقرب إلى التوافق وإلى التطبيق، ماذا يترتب على هذا النظام من إجراءات المفوضية؟ نعم، مساء الخير، شكرا على الاستضافة. حقيقة الأمر هناك عدة سيناريوهات ما زالت مطروحة حتى الآن في أروقة مجلس النواب. هناك سيناريو تقسم المحافظة من 3 إلى 5 دوائر، وهناك مقترح آخر بتقسيم الدوائر على مستوى كوتا النساء، أي بمعنى بغداد تكون 17 دائرة انتخابية، ومثلا ميسان 3 دوائر انتخابية وهكذا. اليوم تفاجئنا بمقترح أيضا يعني وصلنا أنه هناك مقترح لتقسيم بغداد 14 دائرة انتخابية ومثلا ميسان إلى حتى نضمن الكوتا يعني؟ لا، هو لحد الآن لا يوجد معيار ثابت يتم الاستناد إليه من مجلس النواب لغرض الاعتماد. خلي نكون دقيقين أكثر، هناك معيارين رئيسيين يجب الاستناد إليها، اللي هو معيار السكان ومعيار الجغرافيا الحدود الإدارية. وبالتجربة العراقية يجب أخذ معيار ثالث اللي هو كوتا النساء مثل ما تفضلت جنابك، وكوتا الأقليات معه. حتى الآن يعني لا يوجد توافق على ما هي يريدون دائرة واحدة باليزيديين. الأخوة الأقليات طبعا من مصلحتهم أن يكون العراق دائرة واحدة، لكن أنت تعرف التوجه العام الآن هو مع تصغير الدائرة. أنا أعتقد أنه الأيام القليلة القادمة سوف يكون هناك شبه توافق على شكل الدائرة، يعني ممكن أن يكون شكل الدائرة على مستوى القضاء الواحد لا على مستوى كوتا النساء، لأن يعني كوتا النساء سوف يجعل من بغداد 17 دائرة انتخابية، كون أنه هناك 17 مقعد للنساء في بغداد. بالمقابل إذا ما كانت بغداد أو تقسم بغداد على مستوى الأقضية فسوف تكون من 9 إلى 10 دوائر انتخابية. يعني في ظل هذه المعطيات اللي ذكرتها، يعني في حال تم التصويت على القانون بعد الزيارة الأربعينية ممكن إجراء الانتخابات بموعدها المحدد؟ يعني حسب رأيي يعني ما أعتقد، هناك تحديات كثيرة سوف تواجه عملية تنفيذ الانتخابات في 6/6، كون أنه شكل الدائرة الانتخابية الذي لم يحسم حتى الآن يعتمد عليه الكثير من الإجراءات الفنية، منها توزيع البيانات مثل ما أشار تقريركم، فترة تحديث لسجل الناخبين تتطلب إعادة انتشار الناخبين على أساس شكل الدائرة الانتخابية غير المحسوم حتى الآن، تحديات كثيرة، المال الانتخابي اللي يجب أن يحدد، بالتالي ما زال هناك عقبات كثيرة أمام المفوضية لإنجاز هذه الانتخابات. طبعا هذا رأيي الشخصي بحسب يعني خبراتي الفنية في هذا المجال. إذن المختص في الشؤون الانتخابية رعد التميمي، شكرا لانضمامكم إلينا.
في ملف كورونا، سجلت وزارة الصحة ارتفاعا كبيرا في أعداد حالات الشفاء من فيروس كورونا مقابل الإصابات، ففي الموقف الوبائي اليومي سجلت الوزارة 4676 حالة شفاء من الفيروس خلال 24 ساعة الماضية، فيما أعلنت إصابة 3808 إصابات، فيما أشارت إلى رصد 65 حالة وفاة نتيجة مضاعفات الوباء في العراق. طفلة في ربيعها الثاني تشكو ضمورا في الدماغ، وهو ما فاقم من وضعها الصحي وأرهق والديها بسبب ارتفاع تكاليف العلاج. كاميرا الإخبارية كانت لها فرصة لإيصال معاناة ذوي الطفلة ليرفعوا استغاثتهم إلى الجهات المعنية لإنقاذ حياة ابنتهم. معصومة ذات السنتين تزامن منذ يوم ميلادها مرض سيطر على دماغها وأصبحت حبيسة الفراش. الضمور في الدماغ جعل منها أيضا لا تجلس أو تمضغ الطعام وصعوبة في التنفس. أدى تلف الأعصاب اللي عندها، أدى إلى أنه يصير عندها اعتلال بالبلع. اعتلال البلع خلى أي شيء يدخل بمجرى بفمها يروح للمجرى مات التنفس، أدى إلى أنه يصير عندها ذات الرئة، وبقت عندها هاي ذات الرئة، وحالتها حاليا كلش تعبانة وتحتاج العلاجات، وعلاجاتها كلش مكلفة. علاجها أتعب والدها الكاسب، رغم المراجعات المتكررة للمشافي فهم يناشدون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد سلسلة مراجعات للبحث عن إعانة مادية تسد مصاريف العلاج المرتفعة. احنا نناشد وزير العمل على موضوع الراتب، لان انا كاسب ما عندي لا راتب ولا ابد، ولا هي الطفله همين على موضوع راتب لها، وانا جاي اراجع بيها ومصاريف يراد لها مصاريف، تعرف انت ما عندي مين اجيب زين، فابقى يوم اكو يوم ماكو، هاي باقين على رب العالمين. وناشد بها الوزاره، وراجعت بها الوزاره ومطيني بها هاي اوراق مال انتظر على موضوع الراتب إلها. أتمنى من رئاسة الوزراء أنه تنظر لحالة هاي الطفلة، بلكن عسى ولعل أنها علاج بالخارج حتى نقدر نسفرها على حساب الدولة. أنا أقول لك إحنا بس يا دوب بدنا نكفي قوت يومنا وعلاجاتها بالقوة مدبريها. هذه الطفلة التي تترنح بين يدي والديها وجدوا في هذا المرض المشؤوم حبا لابنتهما التي تعايشت معهم. طفلة تعايشت مع ضمور في الدماغ، تعددت رحلة والديها إلى المشفى، لم يجد من يخفف عنها الألم أو يشفيها، لكن وبحسب والديها هي رحمة من رب العالمين. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية. قبل الختام نذكر بالعناوين. الرواتب متعطلة، ولكن بكل تأكيد اليوم إن شاء الله نحل موضوع الرواتب، ولكن في نفس الوقت يجب أن نعمل أنت استثناء بوضع خاص لمالية الناصرية. الكاظمي يزور ذي قار ويترأس جلسة حكومية فيها ويعلن من هناك حل موضوع تأخر الرواتب اليوم. تأليف صندوق مجلس إعمار محافظة ذي قار يتولى تنفيذ مشاريع المحافظة. مجلس الوزراء يقرر تشكيل صندوق لإعمار ذي قار ويصدر توجيهات خدمية واستثمارية للارتقاء بواقع المحافظة. استمرار الزحف المليوني لزائري كربلاء قبل يومين من الزيارة. القوى السياسية تقترب من حسم موضوع الدوائر المتعددة لصالح الدوائر المتوسطة مع اقتراب موعد جلسة البرلمان الحاسمة.